ياسين اسم كبير في عالم طب العيون، ازاي اخدت شهرتك بعد السلام والتحية بقى بقيت بروفيسور كده مهم وكل الناس بتتكلم عنك ازاي؟ اول ما وقفت جنب عبيد حقيقي اسم كبير، يعني لما كلمت دكتور اشرف زكي النقابة عندنا فقال لي دكتور عينين، عايزة عينين، حازم ياسين، حازم ياسين، فهذه شهرة كلفتك سنين من تثبيت الاسم في اجراءات كتيرة، معرفش يمكن تكون عملت حاجات مميزة. انا اعتقد ان القصة كلها مرتبطة بالتفاني والعشق فيما تفعله. حضرتك يعني اسم مدينة طابور جاي من فين؟ من العشق بتاع حضرتك في مهنتك والتفاني في اللي حضرتك بتعمليه. فهو ده اعتقد الاخلاص والسنسيريتي في اللي انت بتعمله هو اللي ممكن يخليك دايما متواجد في وسط ناس كتير. الحقيقه انا كان عندي مفهوم باني انا خلاص عديت الأربعين والخمسين، فانا لازم يكون عندي ميه بيضة. لما جيت لك كنت مرعوبه من حته الميه البيضة، ولاول مره اتعلمت بانه ممكن تكون في ميه بيضة بس مش لدرجه انه تعملي عمليات تتعايش معاها. لا، هو الحقيقه انه يمكن الموضوع دوت شويه انا بشوف انه في اتجاه انه المياه البيضاء تتعمل بدري بمجرد ظهورها، ومش بمجرد ظهورها بتؤدي الى وجود اعراض. يعني ممكن يبقى في بوادر مياه بيضاء لكن مش بتؤدي الى وجود اعراض. حلو. وبالتالي الافراط في انها نعملها بدري مش مطلوب الحقيقه. حاجات كتير هنفهمها ونعرفها، وطبعا بعد كده تابعوا رابط الحلقه على قناه الحدث اليوم مع الدكتور العظيم حازم ياسين لطب العيون. القصر العيني مخرج عبقري الحقيقه. حقيقه ده الحقيقه هتعرفوا معلومات كتيره عن الفينتو اللي سمعتها لاول مره معاك من بعد العبقري اللي استخدمها، بس هي فينتو هنا. لا، هي كلها فينتو، بس الفينتو دي جايه من رقم سويدي اسمه 15 بالسويدي اسمه فينتين. ففينتو سكند هي 10 تو ذا روت، يعني الاس 15 من الفراكشن من الثانيه. فهي معتمده على وحده الوقت اللي هو اخترع بيها الكاميرا اللي بتسجل الزمن الوقتي القصير ده. فكلمه فهمته ليزر معناها انه الليزر ريبيتيشن نفسه بيحصل بسرعه تقترب من ال 10 الى 15 من الثانيه. هنسمع ليه احنا بنستعين بالفينتو علشان نقدر نحقق ايه جديد في عالم طب العيون، ومعلومات تانية عن المية البيضاء او المية الزرقاء، ومعلومات عن القرنية، وعن مشاكل انه ما عادش في حد للأسف يتبرع بعينيه بعد الوفاة علشان يقدر يخدم الناس التانية، فبقت غالية جدا القرنية، ودي مشكلة كبيرة. ندعو لرحماء القلوب واللي عندهم فكر واسع انه يقدروا يقولوا بعد الوفاه يستعينوا بعينيهم، لانه العين بعد كده بتبقى رماد. حاجات كتيره شائكه ومهمه في برنامجنا ان شاء الله قاعده مع مادلين، والاعاده الساعه 2، يعني اللي مش هيلحق الساعه 3:30 كده على الساعه 2 فجرا، وهيكون في على اليوتيوب لقطات مهمه جدا. شرفتني حازم ياسين، شرف كبير كبير. شكرا، يلا بينا على الاستوديو.